الوقت هو أكتر الحاجات اللي احنا بنحتاجها في حياتنا. طبيعي بتكون محتاج وقت عشان خاطر تعمل فلوس، محتاج وقت عشان خاطر تتجوز، محتاج وقت عشان تتعلم، تاكل، تشرب، وهكذا. بس بالرغم من ان احنا محتاجين الوقت ده جدا، إلا إننا للأسف بنسيء استخدام الوقت بشكل مش طبيعي، لدرجة إن ممكن عمرك كله يعدي في لحظة من غير ما تحس. في الفيديو ده بقى إن شاء الله هنعرف احنا بنضيع وقتنا في إيه وإزاي نقدر نعالج المشكلة ديت. هات فنجان القهوة وصلي على النبي، وبسم الله الرحمن الرحيم. في مقولة مشهورة بتقول إن الفرق بين الناجح والفاشل ليست في العقول، ولكن الفرق في تنظيم الوقت. وده طبعا أكبر دليل إن الوقت ده عبارة عن كنز، لو قدرت تستغله بشكل كويس أكيد هيأثر على حياتك بشكل كويس جدا. وإن معظم الناس الناجحة على مستوى العالم بتقدر تستغل وقتها بشكل كويس، وطبعا على أساس ده بقوا ناس ناجحة، وعندنا أمثلة كتير جدا لو قعدنا نقول أسمائهم مش هنخلص الفيديو. طيب كل الكلام ده جميل، إيه بقى الحاجات اللي أنا بعملها بتخلي وقتي يروح من غير ما أحس؟ فوق بقى كده معايا ويلا بينا نعد. طبعا اول حاجة وكلنا عارفينها هي السوشيال ميديا والانترنت. باختصار بتقعد لساعات طويلة جدا جدا على فيديوهات وصور واخبار وحاجات ملهاش اي 30 لازمة في 30 لازمة. خش من القناة ليلى وفؤاد على احمد وفوزية على تامر وشوقية، على كام بوست، على كام خبر، على كام اي حاجة، تلاقي نفسك قعدت في حسبة 5-6 ساعات على الانترنت ومن غير اي استفادة. وطبعا دي حاجة بتضيع الوقت بشكل مش طبيعي. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ تاني حاجة انك بتقعد وسط تجمعات سواء مع ناس تعرفها او ناس ما تعرفهاش بين قوسين القهوة، طبعا دي حاجة انت بتعملها بشكل يومي وطبعا بكل مدة ساعات طويلة جدا جدا. والقعدة الحلوة ديت طبعا كلنا عارفينها بتبقى كلها هق وكركر ومرمر، وفي الاخر المحصلة بتاعتك بتبقى في النهاية صفر وما بتكونش استفدت من الوقت ده بأي حاجة. يبقى انت كده قعدت 3 ساعات على السوشيال ميديا و5 ساعات على القهوة، دي 8 ساعات راحوا من يوم وانت ما عملتش فيهم اي حاجة. اسكت 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 اسكت، انا بقول لك اسكت. او انك تكون طبعا بتاخد قرار، ولما بتيجي تاخد قرار بتاخد وقت كتير جدا جدا في اتخاذ القرار ده، لانك بتكون شخص متردد. طبعا التردد دوت هيخليك تاخد وقت طويل لحد ما تخلص القرار او الحاجه اللي انت المفروض تعملها. رابع حاجه انك تكون اصلا شخص مش منظم في العمل بتاعك. باختصار بتيجي على الحاجات اللي هي اصلا مش هتفيدك وتهتم بيها وتديها وقت كبير، والحاجات المفيده اللي انت المفروض بتديها الاولويه ما بتديهاش الوقت الكافي بتاعها. وطبعا ده هيخليك اصلا تضيع من الوقت، لان انت في الغالب هتعيد من الاول تاني. خامس حاجه بقى التشتت، انك تكون اصلا شخص متشتت. وده معناه باختصار انك انت بتكون بتركز في اكتر من حاجه في نفس الوقت، يعني المفروض بتخلص كذا حاجه في نفس الوقت، وده طبعا هيخليك تاخد وقت كتير جدا، وفي الغالب مش هتحقق برضو الحاجه اللي انت عايزها، لان دماغك هتبقى مشغوله باكتر من حاجه. فطبعا الافضل ان انت تركز في حاجه واحده وتخلصها، وبرضو ده هيخليك تضيع وقت. او انك تكون اصلا شخص بتحب التسويف وبتحب تأجل اي حاجة في حياتك، وطبعا ده هيخليك تضيع وقت كتير جدا. كده تقريبا ذكرنا كل الحاجات او معظم الصور اللي معظم الناس بتعملها وبتضيع منها وقت. طيب ازاي بقى اقدر انظم وقتي عشان خاطر ابقى شخص ناجح زي الناس الناجحة ديت؟ الواد ده اكتشاف. الحقيقة الناس الناجحة ديت نصحونا بشوية نصايح لو مشينا عليها اكيد حياتنا هتتغير وهنقدر نحقق الحاجات اللي احنا عايزينها. اول حاجه قالولنا عليها انك انت لازم تكون محدد اهدافك وتكون كاتب الحاجات اللي انت المفروض تعملها قدام عينيك عشان تبدا تشتغل عليها وتبدا تعملها. لازم طبعا تحط جدول زمني وتكون محدد كل حاجه هتاخد وقت منك قد ايه، لو سبت الموضوع عايم صدقني هتغرق. ثالث حاجه بقى يا سيدي، لازم تبعد عن كل مصادر التشتت، وطبعا بين قوسين الموبايل. حضرتك طبعا لو وراك حاجه المفروض هتعملها زي مثلا مذاكره او مثلا هتخلص شغل عندك او حاجه المفروض مهمه وراك انك انت تعملها، لازم تعمل الموبايل بتاعك سايلنت او اللي انت تقفله، وده طبعا يكون احسن، وتحطه في مكان بعيد عنك عشان خاطر لو انت مشغل الموبايل شيء طبيعي انك انت اول ما تجيلك نوتيفيكيشن بقى على الواتساب او ماسنجر هتقعد تلعب وتبص وبتاع، وربع ساعه تجيب نص ساعه ونص ساعه تبقى ساعه، ويبقى بيني لو خلصت الحاجه اللي انت المفروض تعملها. بقى حاجة طبعا لازم تتخلص يا معلم من التسويف، وطبعا لو انت عايز تعرف كل حاجة عن التسويف وازاي تتعالج منه هتلاقي فيديو كامل بيشرح كل الكلام ده على القناة. خامس حاجة بقى يا سيدي، لازم تكون شخص ملان. كلنا طبعا عايشين في نفس البلد وعارفين ان اليوم بتاعنا ممكن تكون فيه تحديات كتير ممكن تقابلنا، طبعا المفروض اللي انت تبدأ تتعود على التحديات ديت وتعديها، وفي نفس الوقت ما تجيش على الحاجة اللي انت المفروض هتعملها. يعني مثلا لو انت مثلا بتصنع محتوى، المفروض ان انت مثلا عامل جدول زمني لنفسك اللي انت المفروض تكتب سكريبت او تعمل فيديو بشكل يومي، فانت المفروض مهما حصل معاك في نفس في اليوم دوت يبقى الفيديو بتاعك اللي المفروض هتطلع بيه للناس او مثلا المحتوى اللي انت المفروض هتكتبه للناس لازم يكون جاهز بشكل يومي، ايا كان بقى اللي حصل معاك في نفس اليوم الطبيعي اللي هو ما يأثرش على الشغل بتاعك او الحاجة اللي انت المفروض تعملها.
الا طبعا يعني لو حصلت ظروف طارئه لا قدر الله. يا ريتني كنت انا يا اخي. كده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده ونفذت الحاجات اللي انا ذكرتها في الفيديو وقدرت تدير وقتك بشكل افضل، ان شاء الله تقدر تحقق اهدافك وكل اللي انت بتحلم بيه. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون مفيد، اوعى تنسى تعمل لايك وشير. انا محمد السيد، سلام عليكم.